حنديرو كي كانت انا البرتقال واش حنديرو لهنا حنديروها في مول ماجيك هذايا اللي يجي لهنا اللي فيها هذاك لوترو اللي مول هاوليك ماجيك؟ اللي يجي فيها انت خو هنايا هذا. نعم لهنا رانا دهناه بالزبده ورشينا بشويه تاع الفرينه. ناخذوا لاباري تاعنا واش فيها؟ عندنا لهنايا ثلاث حبات تاع البيض، ناخذوا ريسيبيون نديروا فيها ثلاث حبات تاع البيض، نضيفوا له نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، نضيفوا له كذلك لهنايا كاس تاع السكر ومبشور البرتقال، لهنايا نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا، ومن بعد نضيفوا له لهنا زوج كيسات تاع الفرينه، كيس تاع 10 غرامات تاع خميرة الحلوة. صافي هذا واش فيها؟ فيها ثلاث حبات تاع البيض، كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس كذلك تاع الحليب، لهنا مبشور البرتقال، نطلعوا مليح هذاك الخليط تاعنا، ومن بعد نضيفوا له لهنا زوج كيسان تاع الفرينه، ونضيفوا له كيس تاع 10 غرامات تاع خميرة الحلوى، نخلطوا مليح هذاك الخليط، ومن بعد لهنا نديروه في المول تاعنا، ندخلوه يطيب على 180 درجة، بعد ما يطيب لنا نقلبوا هذاك المول تاعنا، صافي يولي ندخو هذاك، هذاك لوترو لهنايا كان عندي لهنايا هنايا عصير لهنايا تاع البرتقال، ضفنا له ملعقة تاع السكر، خلينا يطيب باش نديروا الشربات باش نشربوها شوية باش ما تجيناش ناشفة الداخل، نخلوها تبرد ونروحوا ناخذوا باش نعمروا هذاك لي تخو هذاك تاعنا، نعمروا بكريمة لهنا كريمة البرتقال. واش عندنا؟ عندنا كاس البرتقال مقدار 220 مليلتر، نضيفوا له ملعقة تاع المايزينا، لهنا نخلطوا مليح هذاك الخليط، نطلعوا فوق النار بيان سور، نخلطوا مليح، بعد ما نحسوا يبدا يعقد، يعقدنا هنا ليجيرمون، ما لازمش يعقد بزاف، نديروا له ملعقة بك تاع مايزينا وما نضيفوا له 10 غرامات تاع 100 غرام بيان سور تاع شوكولا بلون هنايا، نخلطوا ونعمروا هذاك لوترو تاعنا باش كي نقسموها يجي هذاك لوترو في الكريمه تجي مشربه لداخل، خاطر لهنا حضرنا لهنا الشربات تجي مشربه، ونزيدوا لهذاك الكريمه اللي تكون في الوسط، وفي الاخر التزيين يكون اختياري، لهنا لازم يكون فيه البرتقال حاضر.